لكل مبدع أدواته الخاصة، ولمن يبحث عن السيطرة على أحاسيس المستمع فعليه أن يتبع خطوات النجم العربي وائل جسار، فارس الأغنية العاطفية الذي أبدع أمس فوق مسرح جميلة. مش وائل جسار هو اللي بده يوصل الأثار والصورة عن الجزائر. الجزائر اسمها بكفي. أغلب الحضور كان من العنصر النسوي بما أن ميولهن عاطفي، وخاصة في حضرة وائل جسار. غني حلو برشا، ويغني غنى نظيف، غنى رومانسي، ولا غير ما شاء الله، وان شاء الله تتعاود ان شاء الله. شكرا. جيت مع العائله مع لا فامي تي بازا، جينا باش نحضروا. وائل جسار عبر عن حجم سعادته بعودته المتتاليه الى مهرجان جميل العربي، وتمنى حتى تعلم اللهجه الجزائريه ربما من اجل الغناء بها. ومثل ما شفتوا الامبيونس قديش غيري ودي العالم مبسوطه، وهذا اللي شيء بيفرحني انا. ثانك يو لكم. شوفوا يعني اغنيه باللهجه الجزائريه. والله انا اتشرف، ولكن لازم اتعلم اللهجه اول. وائل جسار قدم اغنيه جديده عنوانها استقاله حبي، لكن لن يستقيل من الغناء في سبيل الحب والإنسانية.